إشكالات انتخابية في جزين وبرجة. إعلان لائحة البقاع الغربية رشية من دون غرفة. لباع مش لأسلام الوصاية. شو هو رفيق الحريري وشو هو المارد الأقرب لباع؟ أبو فعور للجديد. طويلة على حدا أنه يقدر يصفعنا صفحة. مرشح للانتخابات برتبة وزير، حكم غير نزيه. ما حدا مرشح من الوزراء إلا ما عم بيشتغل مباشرة أو غير مباشرة إلا للمنفعة الشخصية. الحريري يرد على طلب فضل شاكر. نحن عندنا كامل الثقة بالقضاء، وقضيته هي قضية مثل كل القضايا اللي موجودة بالبلد، وأنا متأكد أنه حيحصل على يعني قضاء عادل. صباح الخير. بينما كانت أم كامل تحلق في استطلاع انتخابي على أم المعارك، وقبل أن تبلغ هدفها تجسسا في بعلبك الهرمل، سقطت بضربة من غير رام وهوت بين بلدتي برعشيت وبيت يحون عند خلة مريم. هو نزول إلهي فوق أرض الجنوب التي تعرف طائرة التجسس تلك وتحفظها عن ظهر حرب، وسقوطها عند الفجر لم يكن سوى مجرد خبر عادي لقطعة حديد احترقت بعدما طورت نفسها وحملت اسم هرمس 450. احترقت أم التجسس، وتابعت أم المعارك سيرها في المدن بسلاح ذاتي متطور، دفعة منه لدى الرئيس سعد الحريري في البقاع الغربي، ودفعة مخزنة لدى أشرف ريفي في عكار. لكن السلاح المشترك الذي صدئ بين الطرفين هو ترويع الناخبين بورقة الوصاية السورية وتربعها على لوائح الخصوم. ولما كان هذا السلاح غير مجد، فقد آثر الرئيس سعد الحريري استخدام الاحتياط والتنكر بدور المعارض الساعي لتحصيل حقوق الناس، فتحدث من البقاع الغربي على صوت كروم الأرض ونداء المزارعين وتلوث مياه الليطان ودعم القمح، وذكر الناس بأولئك الذين كانوا يفبركون الملفات واليوم رشحوا من هؤلاء ديناصورات، وقال: أنا سعد رفيق الحريري، لن أسكت ولن أقبل أن يأكل الفاجر مال التاجر. وتاريخنا في البلد معروف، وهو تاريخ تعليم وبنى تحتية وجسور وخدمات. سعد المعارض أرادها معركة ضد من؟ وهو الذي مثل السلطة. وحتى وإن أراد الانقلاب على سياسة السنوات 27 الماضية، فإنه بذلك يكون قد أصاب سياسة والده الذي جاء إلى الحكم عام 92 واستمر في السلطة حتى عام 2004 باستراحة اعتكاف تخللتها حكومة الرئيس سليم الحص عام 98 بمجموع 27 عاما حكم آل الحريري الأب والابن ووكلاؤهما فؤاد السنيورة وتمام سلام 23 سنة، وليس من ضمنها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الرجل الذي صار غريما بعد الرئاسة. فعن أي مرحلة يتحدث الحريري، وأي جبهة معارضة سيقود اليوم، وضد من؟ وربما لو ظل على معارضة سوريا ودخول بشار الأسد لاعبا على اللوائح لربح في معركة الكسور. لكن بعد إعلان ولي العهد السعودي عن بقاء الأسد في السلطة اختلفت الموازين، ومن الحريري المعارض إلى الحريري المفاوض الذي تلقف ملف الفنان المتواري فضل شاكر وطلبه للضمانة قبل أن يسلم نفسه. وقال رئيس الحكومة للجديد: أنا أنصح فضل شاكر
بتسليم نفسه للقضاء وأضمن له محاكمة عادلة. في برجة أقيم مهرجان انتخابي للمرشح نبيل بدر، وعند خروج المشاركين من المهرجان تعرضوا لاعتداء بالعصي والسكاكين، ما أدى إلى وقوع جرحى نقلوا إلى المستشفيات في سبلين والمقاصد، ولم يسلم الأطفال من رمي الكراسي. صار معي مشكل في ملعب برشلونة بالاحتفال تاع الأستاذ نبيل. تعرفوا من الشباب؟ لا. كانوا ضد الاحتفال شيء؟ لا. وين ضربوك؟ عراق. وفي تفاصيل أخرى حول هذا الإشكال، كان هناك اتصال في النشرة الليلية مع الزميل جورج صليبي أجراه مع نبيل بدر، نتابعه. بداية، ما الذي حصل تحديدا؟ يعني شو أخذتكم من بيروت على برجة وتصار اللي صار؟ نعم. يعني أي نحن أستاذ جورج، نحن طلعنا على برجة باعتبار العديد من سكان بيروت أو من أهل بيروت صار يسكنوا برجة، مشان هيك طلعنا لنتفقدهم ونزورهم ونسأل خاطرهم بهذا الموسم الانتخابي. بالحقيقة عند انتهاء المهرجان، يعني المهرجان طلع السؤال الخاطر، ما مرق على خير وسلامة، ما هيك؟ شفت محلك. نعم. شكلها كل مرة هيك حيصير. يعني طلعنا من المهرجان أساس كل شيء تمام، عندما تقل مشيت السيارة 100 متر بلس يصلنا أخبار أنه دخل مجموعة من الشباب عددهم ما يعادل 10 إلى 15 وأغلقوا الأبواب على الناس اللي موجودة جوا وبلشوا فيهم بالعصي والكراسي وحتى في بعض الأدوات الحادة. كان موجود سلة من الدرك خارج المهرجان، وأنا مستغرب كمان المرة الثانية أنه ما تدخلوا. كمان كان في عناصر من المعلومات موجودة، وكان في سيارة المعلومات موجودة خارج المهرجان، كمان ما تدخلوا. أنا صرت حس أنه يعني صار لازم نحن نحولها هالأمور لقضية رأي عام. نعم. هل برأيك هذا الإشكال كان إشكال مقصود أم كان إشكال حصل؟ إشكال مدبر. وهن كانوا بدهم يقصدوا تخريب المهرجان قبل. نعم. لمن ينتمي هؤلاء الشباب؟ مجموعة من تيار المستقبل، عندي أساميهم كاملة. نعم. عندي صور عنهم وحتى العناصر الأمنية اللي كانت موجودة كمان عندي عناصر عنها صور عنها وعندي أسامي بعضها. هذا الموضوع كله بكرة حيتحول إلى القضاء اللبناني، بدنا نشوف القضاء كيف حيحكم بهالموضوع. نعم. أنا صار عندي شك إنه بعض القوى الأمنية هي متواطئة مع هول الناس اللي عم يعملوا هالموضوع. ثاني مرة بصير معنا إشكال، وثاني مرة القوى الأمنية تقف تتفرج. هذا الموضوع ما لازم يمرق الناس. نحن بخبرك شغلي، كل شارع وعنده ناسه. نحن ما بدنا نصير بالمواجهة، نحن شارع واحد، ما بدنا نصير بمواجهة بعضنا. نحن اللي عم نحمل المسؤولية اليوم، مش مسؤولية تيار المستقبل. نحن اللي عم نعد على الجرح، لأنه ما بدنا مشكل مع أخواننا بالشارع، مع أخواننا ببيروت. نعم. بدي أرجع لسعد رفيق الحريري، خبره أنه دولة الرئيس، أنه هيدا الأمور لازم تعرف فيها أنت أول واحد. إذا أنت بترضى فيها نحن عنا مشكلة، وأنا أكيد أنك ما بترضى فيها. مشان هيك لازم توقف فورا. المكاتب لازم تنفتح بكل بيروت. بيروت ما لنا حكر لحدا، بيروت للكل. نحن عايشين فيها مثلنا مثلك، قدمنا دم وأنت قدمت دم. الله يرحم الشهيد الوالد، وبدي اتمنى عليك هالمره تضرب يد بالحديد كل ما هولي اللي عم بتقولوا عنهم بعض العناصر الغير منضبطه. نعم. بدي توقفوهم لانه صاروا كثار هالعناصر. نعم. في الختام، بالنسبه لي يعني في جرحى دخلوا على المستشفيات، قديش عددهم وكيف وضعهم هلا؟ في 9 منهم. نعم. 6 ظهروا و2 ببرجة و1 بسبلين حالته صعبه. نزلنا 2 تعود برجع على المقاصد، واليوم هلا بعثنا سيارة 9 من بيروت مجهزة لتاخذ الشخص هذا، لأنه كان بكوما وصحي منا، وهلا منزلينه على بيروت على مستشفى كمان المقاصد، لأن يعني تعرف أنت هون بيروت بعد أكثر يعني متطورة، المستشفى أكثر شوي من برجة. نعم. إن شاء الله بيوصل بعد نص ساعة، إن شاء الله يكون خير. شكرا لك سيد نبيل بدر. وفي جزين إشكال انتخابي بين انضباط التيار الوطني الحر وأنصار المرشح إبراهيم عزار. Come on, dude.
بعد أن طلب الفنان المحكوم فضل شاكر ضمانة الرئيس سعد الحريري قبل أن يسلم نفسه للقضاء، رد الحريري عبر الجديد للزميل فراس حطوم، فدعا شاكر إلى تسليم نفسه، وعندها سوف يضمن له محاكمة عادلة. امبارح الفنان فضل شاكر وجه نداء لحضرتك عبر قناة الجديد، طلب منك انك تساعده بحل قضيته. ما بعرف اول شيء اذا تسنى لك تتابع التصريح تبعه. تفضل. شو تبعت تقدير؟ شوي. ويعني انا برايي انه كل انسان بحق له محاكمه عادله، وانا عندي كامل الثقه انه القضاء اللبناني بحكمه بشكل عادل، وانا عندي كل ثقه بالقضاء. يعني هذا موضوع ما لازم يكون فيه تشكيك، ونحن شفنا القضاء كيف عم يتعامل بكل هالقضايا. واخر شيء كمان قضيه زياد عتاني، يعني نحن الامور بدنا العداله هي تكون الاساس، وان شاء الله هذا اللي حيصير. طب هو طلب ضمانه حضرتك بهذا الملف بانه يصير في نوع من انواع او بالتصريح او عبر حدا يتواصل معه انه يصير في مش تعهد بس هيك ضمانه بانه ما راح يتعرض لشيء بحال قرر يسلم حاله برات المحاكمه، وانه راح القضاء هو الضامن، والقضاء هو اللي بيضمن حقوق كل لبناني. وانا يعني باكد لك انه باكد للجميع وله ولغيره انه نحن عندنا كامل الثقه بالقضاء، وقضيته هي قضيه مثل كل القضايا اللي موجوده بالبلد، وانا متاكد انه حيحصل على يعني قضاء عادل جدا. سؤال اخير، يعني هناك ايضا بالانطباع العام انه هو متورط بمساله قتل العسكريين، اذا حضرتك مطلع على ملف القضيه يقال انه هو تم تبرئته من تهمه المشاركه بالقتال بعبره، هل عندك؟ انا ما عندي التفاصيل صراحه، يعني انا بخلي القضاء هو، يعني حتى لو كان عندي تفاصيل هذا الشيء القضاء هو اللي بيحكم فيه مش انا، فلذلك هذا الموضوع عند القضاء ونحن عندنا كامل الثقه. في عفو عام ممكن عم بشتغل عليه والله، يعني هذا الشيء لازم يصير انا برايي، لانه يعني في ناس حكموا وفي ناس يعني دفعوا ثمن كبير، وفي والعفو حق يعني فينا نعمله نحن كحكومه وكرئيس جمهوريه. يعني بينطر العفو؟ لا نحن عم شغالين عليه، ما بعرف هلا، اما التسليم يعني تسليم حاله يكون يمكن الافضل له للقضاء. يعني شكرا لك. الانتخابات النيابية المقبلة لعبة يحكمها اللاعب الأساسي. على نحو 600 مرشح أقفلت بورصة التحالفات الانتخابية، انطلق فيها المرشحون في رحلات البحث عن دعايات انتخابية شرعها القانون تحت راية المساواة لحث المواطنين على انتخابهم بناء على برنامج محدد، كل ذلك تحت نظر وزارة الداخلية ورقابة هيئة الإشراف على الانتخابات. إلا أن ترشح من هو مؤتمن على المساواة بين الحملات الانتخابية وتحصين نزاهتها يطرح السؤال حول موضوعية الرقابة. أساساً ما لازم يكون في حكومة هي تدير الانتخابات وفيها فرد واحد مرشح، فرد واحد ممنوع. لسوء الحظ اليوم في 16 واحد من الحكومة هن مرشحين، وال14 اللي باقيين ينتمون إلى أحزاب مرشحة. وزارة الخارجية أيضاً فعلت فعلها في بلاد الاغتراب، والحريص على مشاركة المغتربين في الحياة السياسية مرشح بدوره إلى الانتخابات، وطوافة الحكومة جندت لتنقلات رئيسها المرشح هو أيضا ليصبح نائبا عن الأمة، ولائحة من يستفيدون من مراكزهم السياسية للدعاية الانتخابية تطول. ما حدا مرشح من الوزراء إلا ما عم بيشتغل مباشرة أو غير مباشرة إلا للمنفعة الشخصية
ولمنفعة الانتخابات ويحصل قد ما في شعبويين. الله يساعد هيئة الإشراف على الانتخابات. شو بدها تسجل ملاحظات كل يوم؟ بال 2005 صار في منع لأنه يكون أي وزير مرشح للانتخابات. مزبوط، وانعملت لأول مرة انتخابات برئاسة الرئيس مئاتي ولم يترشح هو، وانعملت انتخابات بعتاد أنه كانت ديمقراطية 100%. مين بده يحاسب مين؟ مش الحكومة بدها تحاسب أو مجلس النواب بده يحاسب؟ مع محبتنا لمجلس النواب، امبارح اللي صار بمجلس النواب مش مقبول. الرئيس بري سكر البواب مشان ما يفلوا النواب لحتى يعالجوا موضوع أو يقروا موضوع أهم موضوع للاقتصاد اللبناني هو الموازنة. المسيح لما انصلبوه قال له يا قبل ما تطلع روحه، قال له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. نحن مصلوبين هلأ، بس بدي أقول غير هيك، أنا بالعكس بدي أقول له يا أبتاه لا تغفر لهم لأنهم يدرون ماذا يفعلون. هي انتخابات قانونها لم يترك تفصيلا إلا ودخل فيه، نفقاتها محددة ومحظوراتها دقيقة، إلا أن خوضها بات أشبه بلعبة يشارك فيها الحكم بتسديدات في شباك الخصم. مرت الجاي لازم ينعمل حكومة من غير المرشحين. وسلام على نزاهة التحكيم. جوال الحجموسة، قناة الجديد. الرئيس سعد الحريري يطلق لائحة مستقبل البقاع الغربي ورشية. لائحة المستقبل للبقاع الغربي ورشية. من البقاع الغربي حيث أقيم مهرجان انتخابي في منطقة المرج، أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري لائحة مستقبل البقاع الغربي ورشية، مشددا في كلمته على أن قرار البقاع سيبقى لأهل البقاع بإرادتهم وصوتهم هم وكرامتهم هم. ومن هون صوتكم رح يضل عالي بإذن الله ليوصل لقلب الشام للغوطة وأهلها وأطفالها. كل إنسان قادر يسمع المجازر بسوريا مش حتكون رخصة خط عسكري للرجعة لباع والهيمنة على قرار لباع. قرار لباع بإله لباع بإرادتكم أنتو وصوتكم أنتو وكرامتكم أنتو. وأعلن الحريري أن البقاع لن يكون لأزلام الوصاية. لباع مش لأزلام الوصاية وأزلام زمن المخابرات بعنجر. هيدا كلام بيعرفوه أهل لباع الغربي ورشية. كلام نراه من تجميع حلفة بشار بلويح من شمال لبيروت للجبل وصولاً للباع. هيدا النوع من اللوائح عندها أمر مهم بترجمة الحرب بسوريا بالانتخابات النيابية بلبنان. أنا بقول وإنتوا يا أهل بالبقاع الغربي ورشية بتقولوا قبلي طويلة على رقبة أي شخص أو أي لائحة تخطف قراركم. راجع الوصاية تقولكم بدي أصواتكم لواحد واحد لائحة حزب الله بالباع الغربي ورشية. واحد عم يقولوا عنه حزب الله من اليوم انه عنده نائب بالباع الغربي. واحد مش اثنين. واكيد سألتوا حالكم ليش بس مقعد واحد معبي على هيديك اللائحة؟ تعرفوا ليش؟ الارجح ما لقوا غيره. واختتم المهرجان بإعلان الحريري أعضاء اللائحة التي تضم محمد القرعاوي والنائب زياد القادري عن المقعدين السنيين، وائل أبو فعور عن المقعد الدرزي، غسان السكاف عن مقعد الروم الأرثوذكس، أمين وهبي عن المقعد الشيعي، وعوري شديد عن المقعد الماروني.
وعلى وقع الأناشيد والهتاف تشابكت أيدي المرشحين على المسرح، يتوسطهم الرئيس الحريري الذي فك على طريقة نجوم الرياضة والفن ربطة عنقه ورماها باتجاه الحاضرين ليلتقطها أحد المعجبين أو بالأحرى أحد المناصرين. النائب وائل أبو فعور يتحدث في مقابلة مع الزميل حسان الرفاعي عن التحالفات القائمة، ويرى أن استبعاد النائب أنطوان سعد انتقام من وليد جنبلاط. اللي صار أنه بدون سبب وبدون مبرر وبدون منطق تم إقصاء النائب أنطوان سعد الذي كان في هذا المقعد، والذي هو أولا قيمة أخلاقية، ثانيا هو عاش معنا كل التجارب المرة، كل الأيام الصعبة وكل الخيارات الصعبة، ولم يكن هناك مبرر لاستبداله في اللائحة على الإطلاق. طب اليوم استبداله اعتبر من البعض أنه صفعة لكم من التيار الوطني الحر عبر تيار المستقبل؟ لا، طويلة على حدا أنه يقدر يصفعنا صفعة. نشوف نتائج الانتخابات، وبكل الحالات في تفاهم سياسي واضح أنه بين تيار المستقبل وبين تيار الوطني الحر. أعتقد أنه هو في خلفية القرار باستبدال اللواء أنطوان سعد. شو هي الخلفية؟ انتقام من وليد جنبلاط. لأنه وليد جنبلاط رفض التحالف مع التيار الوطني الحر في هذه المنطقة، ورفض القبول بتحالفات هجينة وبمرشحين متلونين ما في شيء بيجمع بيننا وبينهم. عم تقولوا أنه الوحيد اللي كان بيقدر يسقط حسب ما أسماه وليد جنبلاط الوديعة السورية إليل فرزلي هو أنطوان سعد. هل اليوم لائحتكم هي الأضعف وتحديدا بهذا المقعد؟ لا، ليست الأضعف وليست فقط مسألة وديعة سورية. كمان بذكر أنه اللي أعلن ترشيحه لإلي الفرزلي هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بالتالي هو تحول من مرشح مستقل كان يطرح الرئيس بري إلى مرشح التيار الوطني الحر. نحن بنتعامل معه على هالأساس، يمكن ينجح يمكن ما ينجح، بس نحن جزء من معركتنا السياسية هي الإسقاط. بس اليوم مرشحكم هل بيقدر يواجهه مرشح لائحتكم؟ نحن اخترنا المرشح، حدا غيرنا اختار المرشح. نحن بدنا نتصرف كلائحة، بالنهاية هذا الأمر أصبح أمر واقع. ما كان نتمنى هيك يكون الخيار، ولكن هناك معركة سياسية بعناوين سياسية سنخوضها على هذا الأساس. طيب اليوم لما سعد الحريري استبدل مرشحكم بمرشح من عنده، ليش بقيتوا باللائحة؟ ليش استمريتوا بهذا التحالف؟ هناك اعتبارات تحالفية في مناطق أخرى، لم نكن نريد أن نزيد الأمور سوءا، قبلنا بالأمر على مضض. العلاقة مع المستقبل بعد تجربة هاي اللائحة؟ هناك أزمة ثقة. اللي قاله الوزير وليد جنبلاط على محاصرة الرئيس بري، هل اليوم أنتوا عم تشعروا أنه أنتوا ضمن المحاصرين؟ مش شايف أنه في هجمة جديدة من النظام السوري اللي طرح مرشحين جدد بأكثر من موقع؟ أكيد نحن شاعرين فيها، وأكيد نحن مش متضمنين، نحن معتبرين معركة الرئيس بري معركتنا. وهيدا حيستمر بالمجلس النيابي الجديد؟ المجلس النيابي الجديد وبالخيارات السياسية القادمة. نظرة للعهد وللتيار الوطني الحر اليوم بعد هاي التجربة؟ في خلاف عميق بالرؤى السياسية وبمستقبل هذا البلد، ونحن نرى أن هناك محاولة حثيثة عميقة جدا للمس بالطائف. وهذا القانون المسخ الذي كان الدافع الأساسي له التيار الوطني الحر هو محاولة الانقلاب على الطائف، ولكنها لن تمر. غدر فيكم تيار المستقبل؟ كنا نتمنى الأمور تكون غير هيك. اللواء أشرف ريفي يقول في خلال إعلان لائحة عكار إن حزب الله كذبة صنعها ضعفنا. محمولا على أكتاف مناصريه في عكار، أتم الوزير السابق اللواء أشرف ريفي كلمته في خلال إعلان لائحة لبنان السيادة في دائرة الشمال الأولى عكار. وجه اللواء ريفي بوصلة خطابه نحو جهة واضحة وصريحة، وإن كان ذلك خارج سياق المهرجان والمطالب الانتخابية في المنطقة. من أعطى الرئاسة لحزب الله؟ ومن أعطى الحكومة لحزب الله؟ ومن فصل قانون ما قبل في القانون الانتخابات لصالح حزب الله؟ لا يستطيع، ومن يتحالف مع حلفاء حزب الله لا يستطيع أن يدعي أنه ضد حزب الله وضد بشار الأسد. لن نتخلى عن مسؤوليتنا، سنبقى نناضل إلى أن نحرر هذا
كل جميع. حزب الله كذبة كبيرة. حزب الله قوة حزب الله وهم صنعه ضعفنا، قوة حزب الله وهم صنعه ضعفنا. نحن أقوياء بالله، نحن أقوياء بإرادتكم، نحن أقوياء بكم، سننتصر إن شاء الله. بمساعدة المرشحين المحيطين تناول اللواء ريفي الشق الإنمائي. عكار أولى من غيرها بمعهدها. فرص عمل للشباب ضروري. نعلم حاجة عكار للتنمية، نعلم حاجة عكار لإيجاد فرص عمل. إذا بتعلم أنه بديش زيارات على عكار، هذه مهمة. أبلغكم أن لائحتنا وأنا معها سنزور كافة مناطق عكار شخصياً. انتهى مهرجان إعلان اللائحة المدعومة من ريف في عكار. تفرق المناصرون كل في طريق، فصناديق الاقتراع وحدها ستحدد خيار عكار وسط وعود من هنا ومن هناك بتحويل عكار إلى جنة. وزير الداخلية زار عشائر العرب في خلد والسعديات وعائلات الناعمة وآل صقر في رأس النبع، ويقول أصواتكم هي التي ستحمي بيروت لتبقى عربية. أشاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بدور العرب وأخلاقهم وعاداتهم خصوصا في منطقة السعديات وخلدة، حيث يشكلون صلة الوصل بين بيروت والإقليم. المشنوق زار السعديات والتقى وجهاء العشائر والعائلات، وبعد الاستماع إلى مطالب أهالي المنطقة وهمومهم وعد بمتابعتها. هذا القانون بده أكبر كمية من الناس تنزل على الانتخابات. كل تقصير بالنزول على الانتخابات هو خسارة. هذه القصة تتعلق بمصير البلد وبهويته وبعروبته، وخاصة بمدينة بيروت مع محبتي لكل المناطق المعروفة، ولكن قرار بيروت هو جزء كبير من قرار لبنان. اللي بيتقرر ببيروت هو اللي بيقرر عن جزء كبير من لبنان. كما زار المشنوق عرب خلدة، حيث أكد على أهمية المشاركة الكثيفة في الاقتراع لإنقاذ بيروت وقرارها وعروبتها، ثم لبى دعوة للقاء مع أهالي الناعمة. وكان المشنوق قد زار رأس النبع، فأكد أمامهم أن عدم التصويت سيخرج قرار بيروت من لبيرتي إلى من أهانوا العاصمة مرارا. دعا الوزير علي حسن خليل إلى أن تكون الانتخابات النيابية مناسبة للتعبير عن الخيارات والتوجهات بعيدا من التجييش الطائفي والمذهبي من أجل حشد من الأصوات الانتخابية. نقول بكل صراحة لن ننجر ولا نريد أن ننجر إلى مثل هذا الخطاب، حتى ولو أصبنا وحتى ولو حاول البعض في هذه المنطقة ربما بالذات أن يحشد كل طاقاته وإمكانياته وأن يسخر إمكانيات الدولة بغير وجه حق من أجل خلق فرصة لفريقه السياسي لكي يسجل انتصار أو انتصار ما. نحن رغم كل هذا كما ارتضينا وطالبنا باعتماد القانون النسبي، كنا نعرف تماماً أن هذا القانون يفسح المجال من أجل تمثيل كل من له حجم سياسي، ونحن نعرف أن حجمنا السياسي المستمد منكم، أنتم شعبنا البطل، أنتم أصدق الناس في كل المراحل. غياب حقوق المعوقين عن معظم البرامج الانتخابية، تقرير ناصر بلوط. انتظرت كثيرا كي أسمع من تذكر حقوقي ليدرجها على أولويات برنامجه الانتخابي. وسط زحمة الوعود الانتخابية وما أكثرها، ثمة من عرج على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. دمج المعوقين على كل الصعد هو اللي بيغير الواقع، هو الكفيل بتغيير واقع الإعاقة وواقع الاجتماعي لكل البلد، مش بس للإعاقة، لأنه الدمج هي سياسة متكاملة بالنهاية. إذا ما في هاي الرؤية متوقع
مع أنه مؤسف جدا، بس متوقع أنه ما يحملوا، ليش هن شو المشروع اللي حاملينه أساسا؟ تغييب حقوق الأشخاص المعوقين عن أولويات المرشحين الانتخابية تتزامن وتهميشا يوميا لحقوقهم، فما الحقوق الأساسية والمستعجلة التي ينتظرها أصحاب الإعاقة فيما لو قرر أحد المرشحين تبني هذه القضية؟ في اتفاقية 2006 تبع الأمم المتحدة مطلوب إقرارها، التكسيف من شغل على التوظيف، لأنه في شغل يعني حقيقة حتى واحد ما ينكره، صحيح بعده ضئيل ولكن في شغل مطلوب، شغل جدي على قصة الضمان الصحي، التعليم الدامج ما يضل دعم بس متوجه نحو المؤسسات. في انتخابات عام 2018 النيابية غاب حقي عن برامج المرشحين الانتخابية، فهل تعلمون أن لذوي الإعاقة آلافا من الأصوات وحقوقا ما زالت مسلوبة؟ ناصر بلوط، قناة الجديد. طائرة استطلاع إسرائيلية تسقط في محيط بلدة بيت يحون، والجيش اللبناني يفجر 4 صواريخ تحملها. على دوي صوت قوي استفاق أهالي بلدتي برعشيت وبيت يحون عند الساعة 4 فجرا. إنه دوي سقوط طائرة تجسس إسرائيلية وقعت في خلة مريم في محيط بلدة بيت يحون قضاء بنت جبيل الجنوبية. الصوت الأول ألحق بعد 20 دقيقة بآخر، وهو صوت قصف طائرة استطلاع إسرائيلية أخرى للطائرة الأولى التي أعاد المتحدث باسم جيش الاحتلال سبب سقوطها إلى خلل فني. الطائرة متطورة جدا من نوع هيرمس 450، يتراوح طولها من 6 إلى 7 أمتار، تحمل 4 صواريخ. عطول هون بالمنطقة، هون عطول الطيارة، هلا الصبح كانت هون عطول عطول، والطيارة اللي ضربتها طيارة مثلها كمان نفس الشيء. كان الصوت قوي بالنسبة لأهالي يحون؟ ايه صوت قوي كتير، عالم فزعت يعني، فكرت انه غارات او شيء يعني. ساعات قليلة وحضر الجيش اللبناني وفرع المعلومات وعناصر من اليونيفل الى المكان، حيث ضرب طوق محكم قبل ان يفرغ الجيش من تجميع بقايا الطائرة وتفجير الصواريخ 4 التي كانت تحملها. قيادة الجيش ذكرت في بيان لها أن طائرة استطلاع إسرائيلية معادية من دون طيار سقطت قرب بلدة بيت يحون قبل أن يسارع العدو إلى تفجيرها في المكان، وأشارت إلى أن وحدة فنية من الجيش اللبناني حضرت إلى مكان الحادث، فتبين لها أن الطائرة مزودة 4 صواريخ غير منفجرة فقامت بتفجيرها. منطقتنا يعني معودة على هالأشياء يعني، لأنه ما بيستغربوا هيك شيء، لانه من قبل هن بجو حرب من كذا سنه يعني. الجيل الكبير حتى الجيل الجديد صار عنده معلومه يعني كافيه يعني عن الوضع من قبل كيف صار وكيف كان، اكيد كل هاي الاخبار يعني متداوله. وكمان طبعا نحن معودين يعني من كذا سنه انه معودين انه نحن يصير عندنا اي مشكله يعني. كرمال هيك بالنسبة يعني منا يعني العالم ما تستغرب انه بيقولوا صار شيء، بس انه عادي لانه تعودوا. هي خرق من آلاف الخروق الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 التي يعانيها أهالي البلدات الجنوبية. وإن كان الحادث غير مستغرب بالنسبة إليهم، فذلك لكثرة ما تحلق فوق رؤوسهم وتصم آذانهم وتشوش على أجهزتهم ليلا ونهارا. بعد الإعلان ضرب مبرح لحصان. أهلا بكم من جديد. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ضرب حصان وهو مربوط في حظيرته في طرابلس، نضعه برسم وزارة الزراعة والجمعيات التي تعنى بالحيوان. Thank you.
زار قائد الجيش العماد جوزيف عون قيادتي لواء المشاة الثاني في عرمان وفوج الحدود البرية الأول في شدرة، واطلع على أوضاعهما ومهمتهما ونشاطاتهما التدريبية المختلفة. وشدد العماد عون أمام الضباط والعسكريين على أهمية الانضباط والتدريب النوعي في رفع مستوى الوحدات القتالية، مؤكدا تمسك لبنان بأرضه ومياهه وعدم السماح لأحد بالتعدي على سيادته. ولفت إلى أن التهديد الإرهابي العسكري قد انتهى، لكن التهديد الأمني لا يزال قائما، مشددا على ضرورة العمل المستمر لدرئه. وأكد عون أهمية الاستعداد التام لمواكبة الاستحقاق الانتخابي والحفاظ على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء، متطرقا إلى آفة المخدرات وأثرها المدمر وضرورة وعي مخاطرها وأضرارها. الجيش اللبناني يقاتل على حلبة التاي بوكسينج ويحقق إنجازات عالمية. بشراسة واحتراف يقاتل الجندي في الجيش اللبناني أحمد أونداش خصومه في رياضة التاي بوكسينج، خاض بطولات محلية وعربية وعالمية وحصد 54 فوزا من أصل 65 مباراة. بعتبره مش إنه بس فايت يعني، فلا أتسلى تعالى قاتل. بالنهاية مرتين بطل عرب هواة بال 2012 بشرم الشيخ، بالأردن بال 2014 عملت أفضل لاعب بالعرب، ورجعت بال 2016 لعبت ماتش هو بروفيشنال عرب، يعني جابوا أقوى فايترين بيلتقوا مع بعض، كمان أخذت اللقب هذا الحزام بطل العرب، عملت أفضل لاعب بالعرب وبطل عالم، عملت بروفيشنال على لقب 5 جولات، لعبت ماتش كتير قوي مع تايلاندي. الموي تاي هي بيجي فيها 9 أسلحة، هن البانش والألبوز النيز والكيكس والبلاس اللي هو الكلينشنج الكامش الرقبة بحق اللي اتموش عامل سوينج اضرب نيز. اللعبة جامعة كل الألعاب، جامعة البوكسينج والتايكواندو والكيك بوكس. أحمد ليس الجندي الوحيد الذي حقق بطولات في حقل الرياضة العسكرية المدنية، ففي مجمع العماد أمين لحود الرياضي في الدكويني المئات من الجوائز التي حصدها عسكريون شابوا على الحياة الرياضية وشابوا على إنجازاتها. كمان اشترك بالتوعية بالتشجير وبالرياضة، فنحن قسم من الجيش بيشتغل رياضة، وتنأرجي المجتمع المدني انه نحن بس مش بس بالقتال والحواجز وعلى الحدود ومتعامل مع الناس بأسيبي، لا بالعكس نحن عم نتعامل مع الناس بأسيبي، نتعامل مع بكل روح رياضية، ونشترك بالمباريات مع الاتحادات ونأرجيهم انه نحن مش المهم الفوز، الربح هو المهم، الربح مهم بس الأهم هو التعاطي مع المدينة تشوف الوجه الجيد فينا. هم رياضيون بالدرجة الأولى ومقاتلون شرسون متى دعت الحاجة، يمدون جسور العلاقات مع المدنيين ويوطدونها بمهارات رياضية. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسالة عيد الفصح أن لبنان يحتاج إلى قيامة من نزيف الكهرباء المتواصل منذ عشرات السنين، ومن ديونه المتفاقمة وعجزه المتصاعد، ومن الفساد المستشري في المؤسسات العامة والتهرب الضريبي، ومن الزيادة في الأنفاق بهدر ومن دون حساب، ما ينذر بوضع اقتصادي واجتماعي ومعيشي صعب يهدد باهتزاز الاستقرار الداخلي. وتطرق الراعي في رسالته إلى أزمة المدارس الخاصة مع سلسلة الرتب والرواتب، معتبرا أن ليس بمقدور أي مدرسة أن تتحمل السلسلة من دون أن ترفع أقساطها، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه القضية الوطنية. تلتزم المدرسة من جهتها بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17 من القانون 46، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية عملا بمبدأ وحدة التشريع والتمويل،
فليس بمقدور أي مدرسة أن تتحمل السلسلة والدرجات من دون أن ترفع أقساطها مرغمة بشكل يفوق طاقة المواطنين، وهذا أمر لا تريده على الإطلاق. إن كل مدرسة خاصة ولا سيما المجانية منها تضطر لا سمح الله على إقفال أبوابها وتشريد طلابها وزج معلميها وموظفيها في آفة البطالة، إنما يتحمل مسؤوليتها كل من مجلس النواب والحكومة، الأول بحكم سلطته التشريعية والثانية بحكم مسؤوليتها التنفيذية. فإننا نكل هذه القضية مجدداً، القضية الوطنية الخطيرة، إلى عناية فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على خير جميع اللبنانيين بحكم الدستور. عندما كانت مراجعة المسؤولين بهذا الشأن في بدايات الحركة كانوا يقولون الخزينة فارغة، هذا التعبير طبعا ألطف من لفظة مفلس. كرمت عشيرة آل زعيتر في بعلبك الهرمل لائحة الأمل والوفاء في احتفال أقيم في حي الشراونة في بعلبك بحضور الوزيرين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن ونواب ومرشحي الكتلة وفعاليات المنطقة. وحضر الاحتفال نوح زعيتر، وألقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن كلمة طالب فيها الحكومة بوضع خطة اقتصادية تنموية للمعالجة. وربط الحاج حسن مشكلة تراجع الوضع الاقتصادي بإقفال الحدود السورية ومنع السعودية والإمارات مواطنيهم من المجيء إلى لبنان. زعيتر رحب بزيارات الموفدين السعودي والإماراتي واضعا إياها في خانات الزيارة الطارئة لمنطقة مضيافة، وقال أهلا وسهلا بمن يأتي لكن التوقيت لم يكن في محله، ونحن مضيافون ولا نستطيع أن نغير عاداتنا، لكن نقول لكم أيها المغامرون وفروا حبركم وأصواتكم وصراخكم، وسنبقى أوفياء للثالوث الذهبي الجيش والشعب والمقاومة. إعلان لائحة وحدة إنماء بعبدة التي تضم تحالف القوات والتقدمي الاشتراكي ومستقلين. سبعون الأبطال قالوا أرض ما بتنطال، والوطن بيكبر برجال الوقت بدا رجال. بتحالف بين حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي ومشاركة مستقلين، احتفلت لائحة وحدة وإنماء بعبدة بإعلان أسماء مرشحيها إلى الانتخابات النيابية المقبلة في احتفال من منطقة العبادية قضاء بعبدة. هالساحل حضن القصر الجمهوري، بس مش القصر الجمهوري بس كمبنى، بعبدة حضن كل الجمهورية. لما نحافظ على القصر الجمهوري حافظ على كل الجمهورية لكل لبنان. ولما حضن بأصعب الأيام وزارة الدفاع حضن كل جندي بالجيش اللبناني لكل لبنان ولا يبقى لبنان. هيدا اللي عملته منطقة بعبدة لإلنا كلنا. أما ما يسمى بالساحل الجنوبي لمنطقة بعبدة أو يلي تشوه اسمه وصار اسمه الضاحية الجنوبية بدون أي هوية، ضاحية. ليش ضاحية جنوبية؟ هذا التشويه لازم ننتقده، مش ضاحية طبعا، والأهل الضاحية طبعا، يلي هني بصلب منطقتنا وبصلب سقفتنا وبدنا نستردهم لصلب وطننا، وهيدا واجبنا تجاههم. وتضم لائحة وحدة وإنماء بعبدة إلى بوغاسي سينتيا الأسمر وجوزيف عضيمي عن المقعد الماروني، صلاح الحركي عن المقعد الشيعي، هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي. أقامت لائحة سوا لبعبدة حفلا أعلنت فيه أسماء مرشحيها الذين سيخوضون المعركة الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدة، والتي تضم حزب الكتائب وناشطين في مجال البيئة وشخصيات مستقلة. والمرشحون هم سعيد عليمي، رمزي بوخالد، إلي غريوس، بول أبي راشد، أجود العياش
وألفة السبع. وبدنا اليوم نركز على التوافق حول دور الجيش وقوى الأمن بناء على استراتيجية دفاعية موحدة جامعة كفى للتهميش للفساد للاستئثار بالسلطة بهدف كسب المغانم والاستيلاء على أموال الناس اللي عم بيصير كل يوم. أيتها المرأة، بدي أحميك من التزويج المبكر يلي بيسلب حقك بالتعليم وبيخسر الاقتصاد جزء كبير من إنتاجيتك. قانون التزويج المبكر يلي بيحمي صحتك وبيجنبك ضغط نفسي ويمكن يؤدي لتفكك عائلتك. حاجتنا الملحة لتأمين الدواء والسكن اللائق والتعليم والكهرباء والأمن واستقلالية القضاء وعدم التدخل بشؤونه من أي جهة كانت وحفظ الجيش اللبناني. بعبدا يلي شبابها عم يحلموا أنه يعيشوا بدولة نموذجية حضارية. بعبدا يلي أهلها عم يحلموا أنه يعيشوا بوطن، وطن سيد حر مستقل. لأنه ما في فرص عمل ولا صحة ولا سكن ولا تاريخ ولا مستقبل بلا أرض. من هيك اخترت أنه يكون نضالي من 30 سنة هو حماية أرض الوطن وطبيعته والمحافظة على البيئة من أجل الإنسان بلبنان. يكون الإنسان الآدمي الشجاع الجريء النظيف المثابر الثائر الساهر على تشريع القوانين ومراقبة أعمال الحكومة وسائر السلطات ماليا وإداريا سياسيا وإنمائيا وأمنيا. بوعدكم بسياسة جريئة وعاقلة وحكيمة. في خلال استقباله أعضاء لائحة زحل قضيتنا في معراب، وعد رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع بمواصلة مكافحة الفساد مع الحلفاء، مؤكدا الحاجة إلى أشخاص جادين مؤمنين بالدولة الفعلية من أجل قيام هذه الدولة. نحن وحلفائنا بحزب الكتائب تقريبا لوحدنا السنة وسنة الماضي واللي قبلها واللي قبلها عم نجرب نواجه الفساد الموجود بالدولة. بتعطونا أصواتكم بنقدر نواجه أكثر وأكثر، ما بتعطونا لا سمح الله رح نكفي نواجه بالموجود بالمتوفر، وعطول منكفي باللي بيبقى كيف بالحري إذا الموجود رح يكون كتير وكتير وكتير. بدكم نطلع من الواقع الحالي اللي عم نعيشه، بدكم تنتخبوا ناس جديد، بدكم تروحوا على اللي قادر يغير، نحن قادرين يغير. أعلنت لائحة القرار الحر في دائرة الشوف علي في احتفال جرى في بيت الدين، وتضم اللائحة تحالفا من حزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار والمجتمع المدني ومستقلين، وتضم مرشحين عن قضاء الشوف هم مازن خلف شبو، رأفت شعبان، كميل دوري شمعون، جوزيف عيد، دعد الأزي، غسان مغبغب، سامي حمادي، ألحان فرحات، ومرشحين عن قضاء علي هم سامي الرماح، تيودورا بجاني، وأنطوان أبو ملهب. خلينا نريح ضميرنا، خلينا نعمل واجباتنا، نفكر بعقلنا مش كتير بقلبنا وبغريزتنا. خلينا نشتغل لمصلحتنا أول شيء، لمصلحة أولادنا ومستقبل بلادنا. خلينا نعطي فرصة، خلينا نجرب قبل ما نندم. بدعي كل مواطن يصوت بستة أيار لنبض الأوادم بتشوفوا علي، للايحة اللي حاملة مشروعه وبتحكي لغته وبتفهم همومه، للايحة القرار الحر لأنه صوته هالمرة له وزن وقدر يوصل لأبعد حدود. وفي بعلبك نظمت لائحة الأرز الوطني لقاء أعلنت فيه ولادتها رسميا، وضمت المرشحين خلدون شريف، الدكتور محمد خليل رعد، محمد الشل، حمد ديب، الدكتور عباس عساف، العميد فؤاد المولى، عادل بيان، ووعد سكرية، وليلة النوري. ووزعت اللائحة بيانا تمحور حول الإنماء وتوفير فرص عمل والاهتمام بالزراعة والصناعة والخدمات وفرز الأراضي والعفو العام. حماية الأملاك العامة، ضم وفرز الأراضي، وضع خطة لتفعيل النقل العام لخفف الأعباء على المواطنين، فتح باب رخص البناء، إقرار قانون العفو العام، دعم المستشفيات الحكومية والمؤسسات التربوية والرسمية وبناء المدارس في القرى النائية. وعطونا بالإصلاح ما شفنا شيء،
وعدونا بالتغيير، ما شفنا شيء، ما شفنا إلا التعتير. ومن دارة النائب السابق وجيه البعريني في وادي الريحان، أعلنت لائحة القرار لعكار وتتألف من الشخصيات المستقلة وتيار المردة والحزب السوري القومي، وذلك بحضور حشد من فعاليات المنطقة وقيادات حزبية من قوى الثامن من أذار ووفود شعبية من مختلف قرى وبلدات عكار. وألقى النائب السابق مخيل الظاهر كلمة اللائحة التي ضمت إضافة إلى النائبين السابقين وجيه البعريني وكريم الراسي وإيميل عبود وحسين المصري واللواء المتقاعد عدنان مرعب وحسين سلوم. سنكون خصما شرسا لكل متطاول على سيادة لبنان واستقلاله وانتمائه العربي ونظامه الديمقراطي، وسنحافظ على العدالة الاجتماعية والحريات العامة وحقوق الإنسان وسيادة الشعب، مشددين بصورة خاصة على الإنماء المتوازن الذي لم يرد في الدستور إلا ليعني المناطق المحرومة والمهملة وفي طليعتها عكار. كذلك عقدت لائحة عكار القوية وتضم مرشحي التيار الوطني الحر أسعد درغام وجيمي جبور ورياض رحال والنائب السابق محمد يحيى ومحمد شديد ومحمود حدارة ومصطفى علي حسين. عقدت مؤتمرا صحفيا في مطعم لجرينلاند، حيث أعلنت برنامجها الانتخابي الذي تناول الشق الإنمائي بمختلف جوانبه. يوم انتصاركم على الحرمان الذي تعاني منه هذه المنطقة التي لم يعرف الإنماء المتوازن إليها سبيلا، هو يوم استعادة قراركم الحر بعد أن غيب وصدر لسنوات تسع. وإذا كان للحق رجال فقد كان لكوكبة من أخوتكم أن تعقد العزم على أن تنتصر لكم وبكم. وفي دائرة البقاع الغربية رشية، أطلقت لائحة المجتمع المدني بحضور أعضاء اللائحة وحشد غفير من الأهالي مكينتها الانتخابية وبرنامجها الانتخابي بمهرجان شعبي حشد. ارفع صوتك بالسادس من أيار، خلي صوتك هو الحدث والتغيير. قول صوتي منه للشراء ولا للبيع، لأنه اللي بيشتريك بيرجع ببيعك. شي بيعجب، كأنه الحكي ما بيوصل إلا إذا صرخنا. عم تفهموا علي أو بصرخ؟ اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني يطلق مؤتمره الوطني الحادي عشر. انطلقت أعمال المؤتمر الوطني الحادي عشر لاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بحضور الفنان مرسال خليفة وممثل الحزب الشيوعي اللبناني عمر ديب ورئيس الاتحاد الوطني لنقابة العمال كاسترو عبدالله وممثلي المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية والفلسطينية. وافتتح رئيس الاتحاد علي متيرك المؤتمر، كما ألقى ممثل الحزب الشيوعي كلمة تطرق فيها إلى استقلالية قرار هذه المنظمة الشبابية، واستعرض الفنان مرسال خليفة ذكرياته من بيروت الحرب اليومية وصولا إلى الاضطراب السياسي والفساد الذي يشهده لبنان اليوم. كل الحروب خاسرة، لو ربحت فأنت خاسر. يا أهلنا في الأقاصي، احذروا بكاء الرصاص، مزقوه، بعثروه، ولا تطلقوه كالمطر الهادر من السماء. يا شباب الاتحاد، لكم في هذا المساء سنون وحنين يشبه الأغنيات مع باقة ورد معدة للحب ونشيد للخبز والورد. وفي تسجيل صوتي لخصت الأسيرة المحررة سهى بشارة الأهداف الرئيسة التي يتميز بها الاتحاد في كلمات أربع: اتحاد شباب ديمقراطية ولبنانية. ودعت بشارة جيل الشباب إلى التفكير الفعلي بمعنى كل كلمة من هذه الكلمات، وشددت على ضرورة الابتعاد عن الطائفية والعمل لإنتاج مجتمع ديمقراطي علماني حقيقي.
بعد الإعلان إعلان الانتصار في الغوطة. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية استعادة السيطرة على العديد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأكدت أن أهمية الانتصار في الغوطة الشرقية تأتي في إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى مدينة دمشق ومحيطها، لجهة تأمين طرق المواصلات الرئيسية بين دمشق والمناطق الوسطى والشمالية والساحلية، وكذلك مع المنطقة الشرقية عبر البادية وصولا إلى الحدود العراقية. واستعادت السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق كاملة بعد أن قضت على مئات الإرهابيين ودمرت مقرات قيادتهم وتجمعاتهم وتحصيناتهم وأسلحتهم وعتادهم، بما في ذلك مصانع ومعامل للمدافع والصواريخ والقذائف المختلفة. في الوقت الذي تواصل فيه وحدات أخرى أعمالها القتالية في محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب، تأتي أهمية هذا الانتصار في إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى مدينة دمشق ومحيطها بعد أن عانى السكان المدنيون فيها من جرائم الإرهابيين على مدى سنوات عدة. دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن إلى أبقاء قواتها في سوريا للتصدي للنفوذ الإيراني. بن سلمان وفي مقابلة أجرتها مجلة تايم الأمريكية على هامش زيارته الولايات المتحدة استبعد إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة آملا ألا يصبح دمية بيد إيران، وقال بشار باق ولكنني أعتقد أن من مصلحته ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم. وبشأن الوجود الأمريكي في سوريا قال الأمير محمد نعتقد أن على القوات الأمريكية أن تبقى هناك ولو على المدى المتوسط إن لم يكن على المدى الطويل، فوجودها هو السبيل الوحيد لمنع إيران من توسيع نفوذها بمساعدة حلفائها. وأضاف بن سلمان أن هذا الوجود العسكري سيتيح لواشنطن الاحتفاظ بدور في تحديد مستقبل سوريا. ورأى بن سلمان أن إيران من خلال الميليشيات التي تعمل بالوكالة وحلفائها الإقليميين تؤسس طريق أمدادات بريا يربط طهران ببيروت عبر سوريا والعراق، مشيرا إلى أن ما يسمى الهلال الشيعي سيمنح إيران موطئ قدم أعظم في منطقة مضطربة بفضل حلفائها. وجاءت مواقف ولي العهد السعودي بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الانسحاب قريبا جدا من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش. ومن الأخبار السياسية إلى جولة على أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا، نبدأ مع فيديو نشرته صفحة بلدية خربة سلم الرسمية على موقع فيسبوك لنشاط قاموا فيه 80 فنان اجوا من كل لبنان من شماله ومن شرقه ومن غربه ليوصلوا أقطار الوطن بجنوبه ويقدموا من خلال هالعمل رسالة للعالم ويفرجوا لبنان وطن السلام والمحبة بفنه الراقي وأنه تراثه وحضارته واحد وأصيل. وكسرت بلدية خربة سلم الرقم القياسي ب 500 متر مربع كأكبر جدارية بلبنان. كشفت اقتراحات لوزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة رح تصير تجمع معلومات خاصة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمعظم الراغبين بدخول الولايات المتحدة بإطار سياسة الرئيس دونالد ترامب للفحص المشدد لأسباب أمنية واللي وعد الناس فيه بحملته الانتخابية سنة 2016. وأظهرت الاقتراحات أنه معظم يلي طالبين فيزا للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص رح ينطلب منهم إدراج الحسابات اللي بيستخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي من الخمس سنين السابقة لهلأ.
وآخر أخبارنا من تطبيق اسمه تشات واتش خرق الخصوصية بكل معنى الكلمة، بيشتغل على إعطاء مستخدمي معلومات عن أصدقائهم على واتساب من خلال ظهور الأونلاين والأوفلاين عندهم، وفيهم من خلال هالستيتس يلي بيبين على واتساب عند الكل وما في شيء ينعمل لتوقيفه يتجسس عليهم. كما أنه التشات واتش يلي متوفر على أندرويد بيقدر يعطي معلومات دقيقة عن عدد المرات يلي تصفح فيها الشخص يلي بدنا نعرف عنه معلومات تطبيق واتساب، وبيقدر الوقت يلي فات فيه عنهم. بالإضافة بيراقب هالتطبيق شخصين مع بعضهم لمعرفة إذا كانوا عم بيحكوا مع بعض أو لا. لهون منكن وصلنا لنهاية ترند، يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعون على إنستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا. ومن نور صومة إلى دارين شاهين وفن الخبر. مرحبا. لليوم بفن الخبر راح نحكي عن قصة لوحة دافنشي اللي بيعت بمبلغ خيالي 450 مليون دولار. ومين فاز بهاللوحة؟ الإمارات أو السعودية؟ كما راح نتناول خبر إشاعة أم حقيقة اعتزال كاميرون دياز الممثل العالمية، وكمان راح نتناول موضوع كليب جديد وأغنية جديدة للفنان المصري هاني شاكر. نقل موقع رصيف 22 عن صحيفة ديلي ميل بأنه ومن أقل من 4 أشهر بيعت لوحة سلفاتور موندي أو مخلص العالم للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي بمبلغ قياسي وصل لل 450.3 مليون دولار خلال مزاد جرى بدار كريستيز بنيويورك. وشغل هالخبر العالم بعد ما تبين بأنه المبلغ هو سعر قياسي لأي عمل فني بمزاد. العمل الفني كان ملكية خاصة لملياردير روسي، وظهر لاحقاً بأنه المالك الجديد هو الأمير بدر بن عبد الله آل سعود، فيما قالت مصادر بالقصر الملكي السعودي بأنه المشتري الحقيقي كان الأمير محمد بن سلمان. أما التفاصيل فكشفتها صحيفة ديلي ميل من خلال وثائق سرية تسربت الشهر الماضي بتبين بأنه توتر العلاقات بين قطر وجيرانها وصل لحد المنافسة بالمزادات العالمية، لأنه اللي صار فعلياً هو تنافس أميرين خليجيين بيجهل كل واحد منهم هوية الآخر بشراسة على شراء لوحة دافنشي، ولأنه كل واحد منهم ظن بأنه منافسه قطر الجنسية وصل سعر اللوحة إلى المبلغ الخيالي اللي بيعت فيه. 400 مليون دولار is the bid and the piece is sold. عالمياً وخلال السنوات الماضية انتشرت أخبار عن اعتزال النجمة العالمية كاميرون دياز البالغة من العمر 45 سنة التمثيل، ومن ثم تم نفيها. ولكن هالمرة كاميرون دياز شخصياً بتأكد خبر اعتزالها بنفسها بحوار أجرته مع انترتينمنت ويكلي، وتجدر الإشارة إلى أنه عام 2014 قدمت كاميرون دياز آخر أفلامها وهي The Other Woman, Sex Tape وآني. I'll distract him. You're gonna search his house. مصرياً أطلق الفنان المصري هاني شاكر فيديو كليب أغنيته الجديدة اللي بتحمل عنوان وعد مني، وقام بإخراج الكليب نبيل مكاوي. منتابع سوا هالمقطع. وعد مني قلبي اللي حبك إني أفضل عمري جنبك كل يوم ويوم أحبك حتى لو جه يوم نسيتني. هيدا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. والآن إلى جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم من الصحف اللبنانية. هناك صحيفة الديار فقط: اعتداء إسرائيلي على السيادة وطائرة عدو إسرائيلية سقطت في الجنوب، انتهاك لسيادة لبنان وطائرة إسرائيلية أخرى دمرت الأولى، فلماذا لا يرد الجيش؟ المسيح صلب ولكن حقا قام. مؤيدو المر متحمسون لمعركة الكرامة والوفاء ومطمئنون من فوزه. إلى صحيفة الحياة: عملية ضخمة للجيش اليمني شمالا وخلافات الحوثيين تبقي زعيمهم في صنعاء. محمد بن سلمان: تمدد نفوذ إيران يوقفه الوجود الأمريكي في سوريا.
طائرة استطلاع إسرائيلية تسقط في جنوب لبنان. ترامب يراجع استراتيجيته في سوريا ويجمد أموالا. إلى صحيفة الشرق الأوسط، محمد بن سلمان: وجود أمريكا في سوريا يمنع تمدد إيران. حداد فلسطيني على ضحايا يوم الأرض. موسكو تستعجل حسم دوما قبل القمة الثلاثية. عميد على كرسي متحرك قائدا للواء في الجيش اللبناني. كان في النشرة إشكالات انتخابية في جزين وبرجة. إعلان لائحة البقاع الغربية رشية من دون كرافات. لباع مش لأزلام الوصاية. شو هو رفيق الحريري وشو هو المارد الأقرب لباع؟ أبو فعور للجديد. طويلة على حدا أنه يقدر يصفعنا صفعة. مرشح للانتخابات برتبة وزير، حكم غير نزيه. ما حدا مرشح من الوزراء إلا ما عم بيشتغل مباشرة أو غير مباشرة إلا للمنفعة الشخصية. والحريري يرد على طلب فضل شاكر. نحن عندنا قيم الثقة بالقضاء، وقضيته هي قضية مثل كل القضايا اللي موجودة بالبلد، وأنا متأكد أنه حيحصل على قضاء عادل. نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء.